من عاصمة الخبر، إليكم ما يحدث حول العالم. اعترف أمريكي بأن قنابل واشنطن تقصف خيام نازح رفح. فضيحة فساد تضرب جيش الاحتلال، وروسيا ترفض المشاركة في مؤتمر سويسرا. بايدن لم يحفظ كلمته، هذا ما أكدته وسائل إعلام أمريكية اعترفت بأن قنابلهم استخدمت من قبل جيش الاحتلال لقصف خيام النازحين في مدينة رفح الفلسطينية والمكتظة بالسكان. لن نسمح باستخدام الأسلحة الأمريكية في هجوم كبير على رفح، هذا ما صرح به الرئيس الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه عاد بعد قصف خيام النازحين وسقوط ما لا يقل عن 45 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين، ليؤكد أن إسرائيل لم تتجاوز الخط الأحمر الذي رسمته واشنطن فيما يتعلق بسلامة المدنيين في رفح الفلسطينية. فضيحة في صفوف جيش الاحتلال، هذا ما كشفته الصحافة الإسرائيلية، والتي كشفت لجوء المتهربين من الخدمة العسكرية لأطباء نفسيين ومحاميين متواطئين بتسهيل أمورهم مقابل المال، بدعاء الإصابة بأمراض نفسية وعقلية. يجب على إسرائيل القوة المحتلة وقف هجومها العسكري فوراً على مدينة رفح الفلسطينية. كان هذا نص الدعوة الجزائرية في مجلس الأمن لمشروع قرار جديد للوقف الفوري للهجوم العسكري الإسرائيلي في رفح الفلسطينية. وبينما تسعى أوروبا لإقامة مؤتمر سويسرا لبحث الأزمة الأوكرانية، نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ما يتردد بشأن المشاركة الروسية في المؤتمر لبحث الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن هذا الأمر ليس محل نقاش في الوقت الراهن. يبدو أن الدعم الإسباني آتى ثماره، فبعد الإعلان عن دعم أوكرانيا بمليار يورو في العام الجاري، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 13 طائرة مسيرة من أصل 14 أطلقتها روسيا في هجوم شنته ليلاً على 3 مناطق أوكرانية.